الذي أبوا إلى أن يستقبلوننا ويمدوننا بأيديهم رحمة تحت والله العظيم إلى أن لم تشر المحتل. زي كنت نتيجي والله لم يرى المحتل تغزيما تغيب المحالة كمشي وهذا ونديروا يدفين باش نخدموا هذا الإنسان ونتحركوا واسمحوا لي ونعطيو الكلمة للمرضين شيكان. ما شاء الله تقرا نصحوا ان شاء الله. انا عملت لنا السجع كامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي جيتو مرحبا. الله تعالى اليوم ان شاء الله الخطوه ديال الخير عندنا هنا في هذه البلاد ان شاء الله خلينا كنتواجدوا يعني الا الغير على البلاد ديالنا وكما قالوا الاخوان انهم سيد نيو وسيد الحاج محاج وسي مصطفى وهما اللي سجلوا على المنطقه وجينا حنا هنا كاملين رانا السيد الرئيس الامي واللي جا عندنا تما اسبانيا وطرح علينا يعني الفكره باش حنا نجيو هنا ونفكروا في شي بلاد اخرى باش دائما حنا المغاربه في البلاد الجايه برامج استقبالي كثير بلاد الغرب وجميع البلدان والدول وجميع البلدان ولهذا علاش كما قال سينغو باش ما نكونوش حتى حنا بالمساعدة حنا نكونو أولا حنا هما الأهمية ثانيا بالمساعدة للمسؤولين ومنهم السياسيين وكل شيء يعني نكونو بمساعدة كثيرة فلما يعني كنتواجدو بالمنطقة كان يعني من زمان ما كان عندنا يعني يعني الميناء في الإنسان حالا الميناء كان بدا بواحد الدعم ديال السيد العامل يطلع مجهودات كثيرة يعني إنسان يعني انسان شغال الله يجازيه وقايم بالعمل ديال المنطقة وما كيتواجد مع يعني اي حاجة تمشي عنده ولا يعني يكون حل في نفس الوقت يعني ما شاء الله جميع المسؤولين حنا كنتواجدوا كيف كيفوتش الوزير ولا كيفوت كيدير الخدمة ديالو كيشوف فين نجيبو كيتخرج ففي ظرف الوجيز ولا الثقة حين كنسلو الصيف كيموت ناخذ كثير شيكا نور الدين شيكار رئيس الرئيس نور الدين شيكار رئيس ديال الكرامة اللي دار معلم ديال النسيج ديال الملابس المستعملة اللي كتشوف دابا اليوم في المواقع الإلكترونية وفي الإذاعات بأنه الإنسان يتهز واحد الرسمة فيها 100 كيلو هذاك الشيء كلشي كان دير لهم دابا راه وقف دار معلم فيه جوج الهكتارات في المنصار اللي غادي يخدم 1200 امرأة وصابر وعنده مشاكل في اسبانيا وكاين اعداء ديال التنميه اللي ما بغيناش نمشيو الى الامام الاخوان اللي خصنا نتكتلوا باش نكونوا يدا واحده وندعيو مع الموظفين باش يكملوا المشروع ديالو راه شهر اربعه غادي يبدا يشرف المشروع ديالو ومصادف يعني يديروا الثقة في البلاد ديالهم ويعملوا المشاريع لان المنطقه كما حكى الاخوان في المنطقه يعني كتستنى يعني المعاونه من جميع الجهات لان من جهه اولا ديال الاستثمار يكون اليد العامله يكون الناس عندهم شغل يكون عندهم واحد البديل يعني واحد البديل اللي تكلموا عليه بالنسبه للتهريب المعيشي يعني احنا ما نفكروش يعني التهريب المعيشي يعني